السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أرحب بكم في الفصل الثاني لمادة البيولوجي. حقيقة أول موضوع إن شاء الله في مادة البيولوجي نأخذ المناعة. المناعة مثل يعني أكيد يمكن هذا أول مرة لكم تعرفوه، الأستاذ أعتقد ما مخضي. المناعة يرتبط بارتباط مباشر في بعض الخلايا والأنسجة والجزيئات، ومن ضمن هذه القضايا الدم ارتباط مباشر في المناعة، لذلك يجب أن نأخذ الدم لكي يكون عندنا معرفة في دراسة المناعة. ما هو الدم؟ الدم حقيقة هو عبارة عن سائل أو نسيج رابط، يكون على شكل سائل. هذا النسيج الرابط اللي يكون سائل مشتق من طبقة المزيدان. Blood is a special type of blood connective tissue derived from mesoderm. يعني ما أعرف أنتم ماخذين هذه الطبقات الجرثومية للمرحلة الأولى للجنين، هو إذا ما ماخذيها راح نتكلم عنها. في المرحلة الأولى للجنين هناك ثلاث أنواع من الطبقات التحيط الموجودة في المكون الأول للجنين، هي الأكتوديرم الطبقة الخارجية، وعندنا الإندوديرم الطبقة الداخلية، وعندنا الميزوديرم الطبقة الوسطى. فالنسيج الرابط الموجود في الدم هو ينشأ من هذه الطبقة الميزوديرم. عندنا مصطلح الهيماتولوجي. ما هو الهيماتولوجي؟ هذه المصطلحات نذكرها كلها مهمة لكم في الجانب العملي. الهيماتولوجي هو عبارة the branch of science concerned with the study of blood forming tissue and the disorders associated with them. إذا هو عبارة عن فرع من العلوم المعنية بدراسة الدم، وأيضا للأنسجة المشكلة للدم والاضطرابات أو الأمراض المتعلقة بالدم. هذا مصطلح الهيماتولوجي. نأتي إلى خصائص الدم، properties of blood. عندنا الخاصية، عندنا حوالي ستة أو سبع خصائص للدم. نذكر الأول color، لون الدم. لون الدم يكون أحمر براق في الأرتريز في الشرايين، وأحمر غامق dark red in venous في الأوردة. الماس الكتلة الدم تمثل 8% من كتلة الجسم. الحامضية البي اتش تقريبا قاعدي slightly alkaline، البي اتش 7.35 to 7.45. التيست المذاق صوتي ملحي. temperature 38 degree. الفيسكوسيتي تقريبا 3 إلى 4 مرات أكثر من لزوجة الماء، 3 or 4 times more viscous than water. فوليوم في حجم الدم في الإنسان البالغ 5 إلى 6 لتر. هذه ذكرنا كلها خصائص الدم. أما الكومبوزيشن المكونات للدم، composition of blood، حقيقة في تلاحظون هذا التيوب. هذا التيوب عبارة عن أخذ عينة من الدم، وضع هذا التيوب في جهاز يسمى سنترفيوج، جهاز يسمى الطد المركزي، حوالي 3000 ضربة في الدقيقة، أو العفو دورة في الدقيقة. بعد هذه الفترة الزمنية اللي يقضيها في هذا الجهاز الطد المركزي نحصل على هذا النموذج أمامنا. هناك ثلاث ألوان لهذا التيوب، الأصفر باهت وعندنا أبيض وعندنا أحمر. الأصفر باهت هو عبارة عن بلازما، المنطقة البيضاء عبارة عن white blood cell or platelets، يعني صفيحات دموية وكرية دم بيضاء، وعندنا اللون الأحمر هو عبارة عن red blood cells الحمراء. زين، البلاد نقسمه هذا المخطط
يقسم إلى البلازما تشكل حوالي 55% من مكونات الدم، وأدنى المعادن الثقيلة الخلوية حوالي 45%. هذه المعادن الثقيلة هي عبارة عن كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية الإريثروسايتس والليكوسايتس والثرومبوسايتس. هذه أيضا مصطلحات لكرة الدم الحمر. إذا جبنا إريثروسايتس معناتها هي ريد بلس سيل، إذا جبنا ليكوسايتس معناتها هي كرة الدم بيضاء، وإذا جبنا ثرومبوسايتس معناتها بلاتلتس الصفائح الدموية. هذه يرجى الانتباه عليها. نأتي إلى تعريف البلازما. Plasma is a yellow-colored liquid component of blood that holds the cellular elements of blood in suspension. حقيقة أنه مثل ما لاحظتوا بالصورة السابقة هو عبارة عن سائل لونه أصفر باهت، تتعلق ببعض المعادن الخلوية، تكون بشكل معلق في هذا السائل. نأتي محتويات هذا السائل البلازمي، السائل الأصفر. البلازما حوالي يكون الماء حوالي 91% من مكونات البلازما. المكون الثاني بروتين حوالي 7%، وهذه البروتينات تحتوي على الألبومين والجلوبولين والفيبرونوجين. نأتي على وظائف إن شاء الله في السلايدات اللاحقة. وعندنا أيضا محاليل أخرى تشكل 1.5%. هذه المحاليل هي عبارة عن أيونات إلكترونية تشمل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفنيسيوم والكلور والكبريتات وغيرها، وعندنا أيضا وجود الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين ضمن هذه المحاليل، وأيضا وجود الجلوكوز الأمينو أسيد والفاتي أسيد أيضا ضمن هذه التحاليل، وأيضا وجود نواتج العمليات الرياضية اليوريا واليوريك أسيد والأمونيا والكرياتينين. هذه مجرد توضيح لما ذكرناه من خلال الأوعية الشعرية، التبادل اللي يكون بين الأوعية الشعرية الدقيقة وأيضا بين أنسجة الجسم. تلاحظون هذه الأسهم، أسهم مختلفة الاتجاهات، سهم يتجه إلى الأنسجة يعني يعطي الدم، يعطي اللي حمله من الأمينو أسيد، الأحماض الأمينية المهمة لبناء الخلايا، الجلوكوز الخاص لطاقة الخلايا، ووتر وغيرها. أما الدم أيضا ينقل بعض الرواسب ليطرحها إلى بعض الأنسجة مثل أو بعض الأعضاء مثل الرئتين أو الكلى. فهذا كمخطط لغرض التوضيح. نأتي إلى وظائف البلازما مثل ما ذكرنا. البلازما تحتوي على الووتر، الووتر absorbs transport and releases heat امتصاص ونقل، وأيضا المعادلة الحرارية أو إصدار الحرارة. الألبومين وظيفته أزموتيك بالانس يعني التوازن الأزموزي أو ضغط الأزموزي. الجلوبولين وظيفة دفاعية، والفيبرينوجين وظيفة تساعد في تخثر الدم، أما الأيونات الإلكترولية لمعادلة الحامضية. نأتي أول مكون مكونات المعادن الثقيلة أو السولولار ألمنتس هي ريد بلس سيلز. تلاحظون هذه الصورة والشكل، الشيب شكلها يكون ثنائية التقعر ولا تحتوي على نواة. طبعا هي الخلية الوحيدة التي لا تحتوي على نواة. والحجم هذه الكرية الدايمتر القطر، قطر الخلية، هذا القطر الخلية 7 إلى 8 ميكرومتر. السمك الخلية 2.5 ميكرومتر. اللون يكون أحمر، لماذا أحمر؟ إذا يجيكم سؤال أو MCQ أو تروفولز، بسبب وجود صبغة
الهيموغلوبين الهيموغلوبين ريجمنت العدد في الإنسان البالغ الذكور البالغي 5.4 مليون بير ميكروليتر، أما الإناث البالغين البالغات العفو 4.8 مليون بير ميكروليتر. اللايف سبان مدة حياة هذه الكرية 120 days. The production of red blood cell is known as apoptosis. يعني عملية إنتاج كريات الدم الحمراء تسمى يطلق عليها مصطلح apoptosis. الإنتاج كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء في البالغين أدلت يكون عن طريق أو من خلال red bone marrow of long bones، يعني يكون من خلال نخاع العظم للعظام الطويلة. عندنا مثل hip bone، عندنا عظم الحوض، و breast bone عظم الصدر، و ربس الضلوع أو الأضلاع. في الأطفال اللي أعمارهم أكثر من 5 سنوات يكون إنتاج كريات الدم الحمراء من خلال bone marrow of all the bones، يعني في نخاع كل العظام. وأما في الفيتس في الجنين يكون إنتاج هذه الخلايا في الكبد والطحال. هناك مصطلحين يعني مهمة يجب أن تعرفوها، هي البوليسيتيميا وعندنا الإريثروبينيا. ما معنى البوليسيتيميا؟ هي عبارة عن زيادة في عدد كريات الدم الحمراء increase in number of red blood cells، وعندنا الإريثروبينيا هو عبارة عن decrease in number of red blood cells، يعني انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء، نطلق عليه هذا المصطلح. هذه مصطلحات مهمة استخدموها في الحياة تكون الطبية العملية. Functions of red blood cell: the first function transport oxygen from lungs to tissues. The second functions transport CO2 from tissue to lungs. يعني الوظيفة الأساسية لكرة الدم الحمراء هو نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة، وأيضا نقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين. عندنا normal blood contents، طبعا المحتوى الدم الطبيعي من الهيموغلوبين مثل ما تعرفون هو نسبته 13 إلى 15 جرام، هاي النسبة الطبيعية. إذا كان أقل من هذا يعتبر هناك فقر للدم. One red blood cells contain about 200 مليون مولكيولز اوف اتش بي، يعني الهيموغلوبين، يعني كل خليه حمراء تحتوي على 250 مليون جزيئه من الهيموغلوبين. كل جزيئه each molecule of اتش بي carries 4 مولكيولز اوف اكسجين، يعني كل جزيئه من الهيموغلوبين تحمل 4 جزيئات من الاكسجين. نأتي إلى النوع الثاني من الخلايا الدم، وهي white blood cell، يعني خلايا الدم البيضاء. الشيء مثل ما تلاحظون الهيولولي شفاف، النواة تكون عبارة عن شكل الأميبيا، الحجم 12 إلى 15 ميكرومتر، والكلر مثل ما ذكرنا كلرلس عديم اللون أو شفاف ترانسلنسنت، والكونت 5000 to 10000 وايت بلاسر بير مايكروليتر، ولايف سبان مدة حياة هذه الخلية 10 to 13 days. هذا فيما يخص وايت بلاسرز. The production of white blood cells is known as leukapheresis. يعني leukapheresis هذا المصطلح هو عبارة عن مصطلح لإنتاج كريات الدم البيضاء.
إنتاج هذه الكريات في البالغين يكون عن طريق الليفر 70 تنسل زي اللوزتين بون مارو نخاع العظم. عندنا في الجنين فيتس يكون من خلال ليفر وسبلين الطحال والكبد. نذكر لكم هذه المصطلحات أيضا. increase in number of white blood cells is known leukocytosis. يعني يجيكم تعريف leukocytosis هو عبارة increase in number of white blood cells. or leukopenia هو عبارة decrease in number of white blood cells. يعني هذا نقص في إنتاج أو انخفاض في إنتاج كريات الدم البيضاء. عندنا حالة مرضية هي pathological increase in number of white blood cells is known as leukemia plus cancer. سرطان الدم الليوكيميا. عندنا الليوكيميا المعروفة بسرطان الدم هي عبارة عن حالة مرضية أو زيادة مرضية في إنتاج كريات الدم البيضاء. The type of white blood cells عندنا granular و agranular يعني حبيبية وغير حبيبية. الحبيبية تنقسم إلى ثلاث أقسام: المحايدة والحامضية والبازوفيل، يعني نيتروفيل والأسيدوفيل والبازوفيل. النيتروفيل نسبتها 62%، الأسيدوفيل الحامضية 2.3%، البازوفيل نسبتها 0.4%. عندنا الجرانولار الغير حبيبية، الليمفوسايت تنقسم إلى الليمفوسايت والمونوسايت. الليمفوسايت نسبتها 30% والمونوسايت نسبتها حوالي 5.3%. هذه مهمة في المناعة، يجب أن تنتبهون من هذا السلايد، مهم جدا في مجال المناعة اللي هنذكرها إن شاء الله في المحاضرة الأخرى. عندنا كريات الدم البيضاء الحبيبية تشمل النيتروفيل والأسيدوفيل والبازوفيل. الأول النيتروفيل الأبيرنس المظهر الخارجي إلها مثل ما تلاحظون الخلية عبارة عن تحتوي على نواة، وهذه النواة مفصصة من 3 إلى 4 فصوص، تصطبغ بصبغة يعني محايدة، لا هي حامضية ولا هي قاعدية، ما تصطبغ يعني بأي صبغة. الوظيفة الأساسية هي تدمير البكتيريا بواسطة البلعمة الفاجوسايتوسيس، وموقع الإنتاج هو بون مارو في نخاع العظم. نأتي الأسيدوفيل تسمى أيضا الأزوفيل، هذا الأزوفيل يعني هذه مصطلحات يجب أن تعرفوها، ممكن تلاعب بها في الامتحان. الملامح أو المظهر الخارجي إلها مثل ما تلاحظون مصطبغة بصبغة حامضية لونها تقريبا أحمر، والنواة تكون مفصصة إلى فصين. وعندنا الوظيفة الأساسية إلها combat the effect of histamine in allergic reaction. حقيقة هو محاربة أو منع تأثير الهستامين في تفاعلات الحساسية، حيث إنه هذا الموضوع طبعا يراد له شرح طويل. إن شاء الله أهم تأخذوه بالمناعة، أنه في حالة مهاجمة الجسم للأجسام الغريبة ممكن أن يحصل هناك عملية أكسدة للأحماض الدهنية. هذه الأحماض الدهنية تتكون من خلال أكسدتها بواسطة إنزيمين الأبوكسيجينيز والساكروكسيجينيز. هذه الإنزيمات تعمل على أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة خاصة الحمض البرمتيك. من خلال هذه الأكسدة ينتج الهستامين المسبب الحساسية. فعندنا هذه الأسيدوفيل تقوم بمقاومة أو محاربة هذه المادة التي يعني تنتج من عمليات الأكسدة، التي تؤدي بالتالي إلى إنتاج الليكوترينات هي المسببة للالتهابات. موقع الإنتاج هو بون مارو في نخاع العظم. البازوفيل هو القاعدية من اسمها، تلاحظون الشكل مالتها، اللون مالتها أزرق مصبغة بصبغة قاعدية مثل بلو، و
تلاحظون النواة تكون واضحة، واضحة الفصوص. الوظيفة الأساسية هي liberate heparin and histamine in allergic reaction and to intensify inflammatory response مثل ما ذكرنا في الاسيدوفل. يعني هنا يقوم بهذه الخلية تقوم بتحليل الهيبارين والهستامين في تفاعلات الحساسية، و هي مقاومة لتكثيف العفو لتكثيف الاستجابة الالتهابية التي تحدث في من خلال عمليات الأكسدة التي ذكرناها في الأسودوفيل. موقع الإنتاج يكون بون مارو في نخاع العظم. نأتي الجرانيولار وايت بلاد سيل، كرة الدم البيضاء غير الحبيبية، تشمل نوعين. النوع الأول يكون أكبر، يعني نسبته أكثر، الليمفوسايت 30%، ونسبة المونوسايت 5.3% من كرة الدم البيضاء غير الحبيبية. تلاحظون الخلايا، المظهر الخارجي للخليتين هي وجود الأقدام الكاذبة. هذه الأقدام هي تستخدم في عملية الابتلاع الأجسام الغريبة للجسم، foreign bodies or foreign substances، مواد غريبة تدخل الجسم. الصفات الصفة الرئيسية للليمفوسايت هي تكون كرات دم بيضاء صغيرة في الحجم، وتكون النواة كبيرة محاطة في داخل الخلية. الوظيفة الأساسية إنتاج الأنتيبوديز الأجسام المضادة. موقع الإنتاج بون مارو سبلين تونسلز في نقاع العظم، الطحال واللوزتين. نأتي المونوسايت، طبعا هذا المونوسايت مهم جدا أيضا في المناعة، مثل ما تلاحظون الشكل مالتها، هذه أولا تكون كبيرة الحجم، وتلاحظون النواة تكون على شكل الكدني. والوظيفة الأساسية انجست الميكرو أورجانيزمز هو ابتلاع الكائنات الدقيقة مثل ما ذكرنا من خلال عملية الباكوسايتوس البلعمة، والإنتاج يكون من خلال بون مارو في نقاع العظم. نأتي إلى النوع الثالث من كرات الدم البيضاء اللي هي الصبيحات الدموية، عفوا النوع الآخر من مكونات الدم وهو بلاتلتس الصبيحات الدموية. الشكل مثل ما تلاحظونها هو عبارة عن شرايا لا تحتوي على نواة، الحجم مالتها 2 إلى 4 ميكرومتر، العدد مالتها 150 ألف إلى 400 ألف صفيحة لكل بير ميكروليتر، مدة حياتها لايف سبان 5 to 9 days، فاكشن الوظيفة الأساسية blood clotting، تساعد في تخثر الدم. ترومبوبايوسيس هذا مصطلح عبارة عن إنتاج للصبيحات الدموية. The production of platelets is known as thrombobiosis. حقيقة platelets are the fragments of large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow. يعني الصبيحات الدموية هي عبارة عن كسور أو شظايا لخلايا كبيرة تسمى ميجاكاريوسايتس. هذه تنضج أو تتميز في تنضج في نخاع العظم، وبعد إنتاجها تتميز إلى بلاتلتس، تتميز إلى خلايا ميجاكاريوسايتس. هسه إن شاء الله راح ناخذها نوضح لكم إياها. وعندنا مصطلح الثرومبوسايتوسيس والثرومبوسايتوبينيا. هذه الثرومبوسايتوسيس هو عبارة عن increase in number of platelets، والثرومبوسايتوبينيا عبارة عن decrease in number of platelets، انخفاض في عدد في إنتاج الصفيحات الدموية.
هذا الشكل طبعا اكو شكل بعده ما صار مجال نحط نضع حنتين تنسوه. هذا يبين شكل عملية إنتاج الخلايا الدموية سواء كانت البيضاء أو الحمراء أو صفيحات دموية. فعملية إنتاج الكلى الدم يكون من خلال مثل إن شاء الله هسه نحضره يعز من يوجد إنزيم يفرز من الكلى يرسل إلى نخاع العظم ويحفز نخاع العظم على إنضاج الخلايا الدموية ومن الخلايا الجذعية، وهذه الخلايا الجذعية القوية تتميز إلى عدة أنواع من الخلايا. هي اثروبلاتس، وهذه تتميز ديفرنتيشن تو اثروسايتس اللي ذكرناها، هي ريد بلاستين خلايا الدم الحمراء، وايضا تتميز الستيم سيلز الى مثل ما ذكرنا قبل قليل الميجا كاريو بلاس، هذه خلايا عملاقه، تتميز الى ميجا كاروسايتس التي بدورها تنتج الثرومبوسايتس الصفيحات الدمويه. ايضا الستيم سيلز الخلايا الجذعيه النقويه تتميز ايضا الى مايلو بلاست، وهذه تتميز الى 3 انواع من الخلايا، البازوفيل والايزوفيل والنيتروفيل، الخلايا المتعادله والحامضيه والقاعديه. وايضا عندنا الخلايا الجذعيه تتميز ايضا الى المونوبلاست، وهذه بدورها يعني تتميز ديفرنتيشن الى المونوسايتس. وايضا ايضا هذه الخلايا الجذعيه تتميز الى اللمفويد واللمفويد ستيم سيلز، الخلايا اللمفاويه في الخلايا الجذعيه تتميز الى نوعين من الخلايا اللمفو بلاس، وهذه differentiation أو specialized two type of lymphocyte B lymphocyte and T lymphocyte. ال B lymphocyte هذه مهمة جدا في المناعة الخلايا البائية الخلايا النفاوية البائية، التي تتميز أيضا إلى تنضج طبعا في نخاع العظم وتتميز في حال حصول الاستجابة المناعية. تتميز البي لمفوسايت إلى خلايا بلازما سيلز، وبدور هذه الخلايا البلازما سيل تنتج الأجسام المضادة، فهذه مهمة خلوها بذاكرتكم البي لمفوسايت. وعندنا تي لمفوسايت، هذه طبعا تتميز يعني تنتج في نخاع العظم ولكن تنضج في الثايموس الغدة السعترية أو الزعترية موجودة في على الصدر. نأتي هذا أيضا رسم توضيحي، طبعا هذه الرسوم غير مطالبين بها فقط للتوضيح. هناك إنزيم يسمى إريثروبروتين، هذا الإنزيم مهم جدا يفرز من الكلى يساعد نخاع العظم أو يحفز نخاع العظم على إنتاج كرات الدم الحمراء. نأتي إلى تخثر الدم blood clotting. blood clotting هو عبارة عن process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass a few minutes after it is shed out. إذن هو تخثر الدم هو عبارة عن عمليات خسارة لسوائل الجسم أو نتيجة يعني فقدان الجسم كمية كبيرة من الدم نتيجة حادث أو ضرر يحدث في الأوعية الدموية، وتفقد هذه الأوعية الدموية السوائل، وبالتالي الدم يصبح مشابه للجلي أو ككتلة الجلي يعني في الأوعية الدموية، وبعد يعني few minutes يصبح هناك thrombosis خثرة في داخل هذه الأوعية، وبذلك يسمى التخثر clot. عندنا تخثر، عندنا مضاد للتخثر الأنتيكوجولانت، هذه مصطلحات يعني مهمة.
الأنتي كوغولانت هو عبارة عن substance مادة which prevents التي تمنع the coagulation التكاثر of blood في الدم is called as anticoagulants. عندنا وجود مادة مانع التكاثر في موجود بحالة طبيعية في الدم هي الهيبارين is a natural anticoagulant present in the blood. عندنا مصطلحين أيضا هاي مهمة لكم الثرومبوسيس وعند الهيمورايج. الثرومبوسيس هو عكس الهيمورايج. الثرومبوسيس هو يعني حصول خطرة في داخل الأوعية الدموية. الهيمورايج هو عبارة عن نزيف. ف if blood clots too easily the result can be thrombosis clotting in damaged blood vessels. يعني هذه إذا كان الدم يعني يتخثر بسهولة النتيجة يكون حصول خثرة في الأوعية الدموية. أما إذا if the blood takes too long to clot إذا كان الدم يأخذ فترة طويلة لكي يتخثر إذا في حال حصول جرح معين فهذا معناته حصول الهيمولاج النزيف في هذه المنطقة. وأخيرا أشكر لكم حسن الاستماع وأي سؤال إن شاء الله ممكن تكتبون في التعليقات بين الأسروم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.